هذه بساتين قرية الخيلانية في ناحية سنسل، فهي كما ترونها مدمرة، لقد حرقت من قبل الميليشيات الإرهابية. ما يعرف بميليشيات البازول الوقحة، شوف هذا اليابس، شوف الدمار اللي خلفته، شوف هاي بالخيلانية بسنسل بالمقدادية وبالأخص بدياله وبالقلم العريض. هاك شوفوا دمار الميليشيات الإرهابية، صور عيني صور، هاي البساتين كلها مدمرة نار. اي والله نعلكم الله ان الحكومة، اين الجهات المختصة؟ حركتوا البساتين؟ نقول ايه، مو تقدر تقول ايه، بس لكن ليش مخلينها فارغة؟ ارجع العوائل ام هو تغيير ديمقراطي؟